أزمة مياه خانقة تشل بلدية مزران منذ أسابيع حتى في أيام العيد، حرم السكان من هذه المادة الحيوية لأغراض سياسية. قد عاكد وما ننسى نروال نهان المرارة فما نجد عيدا جيوك وليش فما نجد الله ما خلق نقاد سيسد يبس اسمنا نغشو ثلاثة يبس عشر يوم يعني ثلاثة أربعة ثلاثة يبس 15 يوم يعني وليش حد الواحد مالا وليش العيد وليش الرين دي تولار وليش بدر قزر بار ذا جي جثيف ثن جفيورك مدنا يساق مني مذا نن وذي ستيران وكاكني واع بلاد مكن هذا وشو. رغم الشكاوي العديدة التي تقدم بها السكان للسلطات المحلية ومديرية الجزائرية للمياه، لكن الوضع يزداد سوءا، والغريب أن هناك العديد من القرى والبلديات تتوفر على المياه 24 ساعة على 24 ساعة. سمعنا كثير العدد وانا لا طروجور العدد ساعدتهم في عمان أسنيني يصحب بكي اللوتي واثني هذور بي أغدوين البروبلم كي بومان واحد عميني كثيرا غادا مدي بضوني في دوه شمان أكي كنت عشي ثلاثة صارت شو تكون بورت واحد فاميلوت بكنا دا شهر أسنيني اثني هذور بي أغدوين البروبلم لو كان قارن وكي ذاين وش ندادنا ويام أنقيمك هي ذاك سنة عمان إذا عيد سو ستي ربما لستي رد نسوي هذا وقد حاولنا التقرب لرئيس بلدية مزران، لكن هذا الأخير اعتذر ولم يدلي بأي تصريح لأسباب مجهولة.